حكم دار الصباح. ضاقت الدنيا على الخصم العنيد، التحف بالعز نيشان وشاح، وارتكال الأمر بالراي السديد. لا نوى عزم على قصد وراح، ما يرد عن مقاصد شديد، من عشق لم جاء ما يعرف مراح. لو عثر مرة يواصل من جديد. حكم دار الصباح، ضاقت الدنيا على الخصم العنيد، التحف بالعز نيشان وشاح، وارتكال الأمر بالراي السديد. لا نوى عزم على قصد وراح، ما يرد شديد، من عشق لم جاء ما يعرف مراح. لو عثر مرة يواصل من جديد. بلا جد وكفاح، ولا ما نيدو
النصر ياتي على قطع الوريد. أنا في الحقيقة ما هقيت أن يطلع منكم كلام مثل هذا عني، وإني أقلل من شأنكم، وإنتوا سراج البلد، واللي حملتوا عبء تعليم الناس كتاب الله وحديث نبيه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ولولاكم ما كان أحد في الديرة قرأ ولا كتب أبد. وش قصة جمع التبرعات اللي قاعد تقوم فيها؟ التبرعات اللي قاعدين نسعى في جمعها أنا ومجموعة من إخواني الأخيار علشان نبني مدرسة نتابع فيها مسيرتكم الخيرة، ونعلم فيها عيالنا وعيالكم العلم النافع. كتاتيبنا ما هي قاعدة تعلم عيال الديرة، ولا لك رأي ثاني فينا وفي كتاتيبنا؟ حاشا لله، أنتوا الخير والبركة، والمدرسة راح تكون أوسع وفيها فصول كثيرة، وراح يكون فيها علوم متنوعة. يعني تبينا نصك كتاتيبنا ونقعد على بيبان المساجد نطلب الناس من مال الله يا محسنين؟ حشاكم، أنتوا سراج الديرة وبتتمون على طول سراجها اللي ما يطفى أبد، والمدرسة اللي بنفتحها من بيعلم فيها اللي انتو؟ انتو اهل العلم وما عندنا غيركم. جزاك الله خير، الحقيقة طفيت الفتنة وهديت النفوس. لو كنت شايفهم قبل كان قلت بتصير ثورة في البلد، الناس كانوا يصرخون واحد يقعد وواحد يقوم، لكن الحمد لله الله فتح عليك وعالجت الأمور بالحكمة المعهودة منك. الشكر لك يا سيد، لو ما انك متابع الموضوع ولو ما بلغتني في الوقت المضبوط كان افتلتت الأمور، وكان ذيك الساعة صعب حلها وتداركها، لكن الحمد لله الله سلم. وأنا بصراحة ما ألوم هالناس، والإنسان مثل ما يقولون عدو ما جهل، وبعدين أنت تعرف قطع الرزق مو سهل، وهذول ناس ما يعرفون صنعة ثانية، وأكثرهم كبار في السن والتعليم صار حياتهم، والطريقة اللي يمارسونها وارثينها من آبائهم وأجدادهم، فمو سهل يقبلون بالتغيير، واللي قاعدين حنا نسعى فيه بسهولة. ها مستر صالح، كيف تسير الأمور في بناء المستشفى؟ تمام يا حضرة القنصل، تمام. وكم من الوقت يحتاج حتى ينتهي البناء؟ بين 8 شهور إلى 9 شهور. العمال يشتغلون بهمة عالية، لأن الشيخ مبارك الله يحفظه مهتم كثير في بناء المستشفى. تفضل، هذا المستشفى قام والناس بين زعلان وراضي. الناس يا ابو ناشي للاسف لا يعجبها العجب ولا الصيام رجب، الحين بيبنون لهم مستشفى علشان يعالجونهم. علمني بالله ايش حق زعلانين؟ مو باكر الديره تنترس مبشرين ويشككون الناس بدينهم. ايش هالحكي يا ابو ناشي؟ كل مستشفيات قامت في البحرين، في البصره، في الشام، في مصر، عيل كل الناس اللي هناك هدوا دينهم ودشوا بالدين الثاني. بعدين تعال وانا اخوك المسلم مو خبل علشان يهدينا بسهوله. كيفك؟ انا قلت اللي قلته وانت كيفك؟ يبا يقول المثل حدث العاقل بما لا يعقل، فنصدق فلا عقل له. هيا شيخ بشر، ايش بقى على نهايه البنيان؟ ما بقى شيء يا سيد، نخلص ان شاء الله. احنا بدينا في اول محرم وتوقع ننتهي في رمضان الجاي. كم فصل سويتوا؟ بنينا 6 غرف، 4 منها في الجهة الجنوبية من جهة المدخل، و2 في الجهة القبلية، وقسمنا هالغرفتين كل واحدة إلى 2، فصار عندنا 8 صفوف، وبنينا 3 مخازن وغرفة لاستراحة المعلمين. ومتى راح تدعون الناس لتسجيل عيالهم؟ الشهر الجاي. بس تهجى الناس يردون يسجلون عيالهم بالمدرسة ويتخلون عن الكتاتيب والمطابعة؟ هذا اللي أنا خايف منه وحاتيه. يا طويل العمر، شو عندك يا سالم؟ هذه رسالة من عبد العزيز سالم. شو يقول فيها؟ يقول سلمك الله أن الناس في البصرة مستنفرين لجمع التبرعات للجيش العثماني اللي حارب في بلاد بلغار، ويقول أن طالب النقيب مكلفة الوالي علي رضا بمساعدته بجمع التبرعات، وهو
في انتظار أوامركم يطول عمرك. العثمانيين إخواننا في الدين ونصرتهم علينا واجبة. اكتب الحين لعبد العزيز السالم وخله يتبرع ب 11,000 ليرة عثمانية، تبرع مني لهم، وخله يسلمها لطالب النقيب. جزاك الله خير يا شيخ، جزاك الله خير يا طويل العمر. متى نويتوا تبدون يا شيخ يوسف؟ أول سنة الهجرية بإذن الله. ومتى ناويين التسجيل قبول الطلاب؟ قبل الافتتاح بأسبوع. وشلون شايفين قبول الناس للفكرة؟ أبشرك الأمر وايد مطمن. الحمد لله اللي سويته يا شيخ راح تذكر أهل الكويت بالخير والعرفان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس. صدقت يا سيد، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وأنا من هالباب نظمت لي كم بيت أشكر فيها آل إبراهيم الأماجد اللي لولا تبرعهم السخي كان للحين ما قامت المدرسة. يا سلام، سمعنا يا شيخ سمعنا. هكذا الفضل وإلا فلا، لا إن للفضل وللمجد رجالا. قم بنا يا صاح نجلو ذكرهم، فيه الأرواح ترتاج ثمالا. ثم صرح لا تكنى عنهم، فهم الأنجاب فعلا ومقالا. آل إبراهيم هم أهل الوفا، هم نجوم بسمى المجد تلالا. حملوا الدهر معاني أثقلت كاهل الدهر يمينا وشمالا. إن للمجد لهم في قاسم علما يخفق جودا وجلالا. لم يكن في الخير من جمعية لم ترد من ذلك البحر زلالا. غير أني لست ناس ماجدا فاضلا فاض جميلا ونوالا. غني يا صاحب تذكار له، فلقد طاب أبو عوف مقالة. فعليكم آل إبراهيم ما طلع الفجر سلام يتوالى. الله الله، كفيت ووفيت، والكريم يستاهل. باب. صديج. من هالصديج هالحزة؟ أنا حامل أمانة من ولدك عبد العزيز. وين رحتي يا عمة؟ أنت تسمعيني؟ بعد روحي عبد العزيز، ما دمك. وهو وين الحين؟ ليش ما يا معاه؟ عبد العزيز بخير وبصحة، هو الحين بالهند، ما قدر يجي وياي لأن ما عنده بيزات. وشني هالأمانة؟ الأمانة خط كاتب لك. خط؟ جزاك الله خير يا وليدي وما قصرت. تبني بشي يا عمة؟ وترى عبد العزيز قالي علينا. لا يما، عسى عمرك طويل وما قصرت. من رخصتك يا عمة. مع السلامة. تعال يما، تعال تعال. هلا يا عمة. صبر صبر. هذا تمر على البشارة اللي بشرتني اياه، وجزاك الله خير وسامحني على القصور. ما يامنك قصور، انا ما ابغى تاخذه بس علشان ما ردك. امي الغالية، أرجو أن تكوني بخير وصحة وعافية. أنت وأخوي حمود
عسى مو أذيك. أكيد عقل، يمكن زوجتي بعد، يمكن صار عندي عيال. ودي أعرف أخباركم، ما تصورين يمه إيش كثر ورهان عليكم. يمه شلون نورة؟ أدري إنها تعاني. سلمت يمه، وصلي لها سلامي، وقولي لها كلها شهر ولا شهرين وارجع لها، ونسوي عرس ما صار ولا استوى. يمه كلام الصحيح، البحر غدار ولا له أمان، ولولا فضل الله كان مت من زمان. لكن الحمد لله انقذتني باخرة رايحة الهند، وتميت مدة في الدختر لين الله عافاني، واشتغلت هناك، وإن شاء الله شهر ولا شهرين وحصل لكم كم ربية وارجع لكم سالم غانم. والسلام ختام، ولدك عبد العزيز. إنه مو حلو. هالمرة غير يا مسعد، هالمرة أنا حاسة إنها غير. أنا حاسة إن ولدي عبد العزيز حي، علشان كذي يعني هالحلم حتى يريح بالي ويقول لي إن عبد العزيز للحين حي. أنت تدرين إيش كثر إحنا نحب عبد العزيز ونعتبره مثل ولدنا، بس يا موضي الأحلام لا تودي ولا تيب، وأنا يا أختي خايفة عليك تعلقين بأوهام. يا مريم يا خيتي، أنا لما أعتبرك مثل أختي وأكثر شميت وقلت لك هذا مو حلم يا مريم، هذا مو حلم. الحلم اللي قعدتي من النوم يا تنسيني يا تنسين منه شيء، هذا أنا ذاكرته بالكامل. رؤية صالحة يا مريم، رؤية صالحة، رؤية تقول لي إن ولدي حي وإنه يبي حد يعاونه ويساعده حتى يرد لديرته وأهله. والحلمج أنا رحت لأم سعود، أم سعود القراية قالت لي هذه بشارة خير، ولدك حي وانتي لشنك مؤمنة هذه بشارة خير. والله ما أدري شو أقول لك، كان زين اللي تحسينه وتشوفينه في الحلم يصير صج علشان نفرح كلنا. زين شناوية تسوين الحين؟ أنا يا ناخيتكم أبي أبو سعد يروح يسأل بالسوق ويشوف أحد من الكويت اللي لهم قرايب بالهند يروحون يسألون عنه، واللي يسلمك ويخلي لك عيالك. زين ولدك ليش ما راح حق أهل الكويت اللي هناك علشان يردون ديرته؟ عبد العزيز حياوي وانت تعرفينه زين، إذا لا حاجة عند أحد يستحي ينشد. واللي يسلمك قولي لأبو سعد. إن شاء الله ولا يهمك، إن شاء الله لي أبو سعد أقول له. انت ما تعلميني ليش واوقتيها وسايرتيها؟ ايش تبيني اسوي؟ عيست وانا احاول اقنعها انه حلم، ما رضت تسمع كلامي، قلت سايرها وجاريها شو تهدى نفسها. تبين الصج انا خايف عليها من الحاله هذه. زين وش تبي تسوي الحين؟ ترى المره بتي بعد شوي بتسالني عنك. انا خايف انها تعيش على حلم كذاب وهي تدري انه حلم كذاب. يا معود خلها تعيش على امل. حلو ان الواحد يعيش على امل اذا كان بيتحقق، لكن الواحد يعيش على وهم ويدري انه وهم وما راح يتحقق، فهذه مشكله، مشكله كبيره ممكن توصل الحالة للجنون. سمعيني عاد، احنا لازم نساعدها ونطلعها من الحاله هذه اللي فيها. اي نعم، لازم ترضى وتسلم قضاء الله وقدره.
يصير انا؟ صباحك الله بالخير خالتي. من نوره؟ هلا هلا يمه، شلونك؟ شلون امك؟ خير من الله، تسلم عليك وايد وايد. الله يسلمها ان شاء الله. وشلون ولادك؟ سكتي يا خالتي، مينني مو مخليني انام. بعد هذا تبغون يا حال كذي لازم. يا عسى الله يوفقه ان شاء الله ليكبر وتفرحون فيه كلكم. اقول خالتي خير؟ صدق الكلام اللي يقولونه عن عبد العزيز ولد خالتي موضي؟ هو شو يقولون عنه؟ يقولون انه للحين حي وعايش بالهند ويبي فلوس حتى يرجع الديره. يا نوره، لو انه بالهند كان ردوا تجار اهل الكويت هناك. يعني الكلام مو صحيح؟ يا بنيتي، موضي عايشه باحلام كذابه ومصدقه انها حقيقه. الله يعينها ويصبرها. يلا يمه برخصتك، سلمي على امك. يلا تمام. الله يا هلا مرحبا. يا هلا مرحبا، حيا الله من جاننا، حيا الله من جاننا، زارتنا البركه. اهلا سيد عبد العزيز، شلون اخبارك؟ ان شاء الله بخير. الشيخ مبارك بخير ان شاء الله. بخير، عساك بخير. والشيخ مبارك دائما برسائله يحرصني اني اسلم عليك. والله الشيخ مبارك وفي ويستاهل كل خير. يا هلا مرحبا، يا هلا مرحبا، حيا تفضل. تفضل. يا هلا مرحبا، يا هلا مرحبا. أنا بصراحة جاي لك بخبر هواي مهم. خير، اللهم اجعله خير يا حضرة النقيب. طبعا خير وكل خير. أنا أمس زرت السيد الوالي سليمان شفيق وخبرني أنه سلطان المعظم الله يحفظه أمر بمنح الشيخ مبارك الصباح الوسام العثماني الأول. وأنت تعرف سيد عبد العزيز أنه هذا الوسام ما يمنح إلا للناس اللي قدموا خدمات جليلة للدولة السنية، والشيخ مبارك استحق هذا الوسام مو بجدارة، وخصوصا بعد تبرعات السخية لمساعدة الدولة العثمانية بحربها بأرض البلغار. جزاك الله خير يا حضرة النقيب، والشيخ مبارك يستاهل كل خير. والحمد لله عرفه قدره وطيب معدنه والنعوين للعرب والمسلمين بكل مكان. والسيد الوالي انطاني هاي الرسالة حتى توصلها للشيخ مبارك الصباح يبلغ بالخبر السار ويطلب منه الحضور للبصرة حتى يستلم الوسام بحفل راح يقيمه السيد الوالي بهاي المناسبة إن شاء الله. وأنا راح أدز له خط اليوم، وأول ما يوصلني الجواب راح أبلغك. السلام عليكم. طال عمرك، هذه رسالة من والي البصرة سليمان شفيق. شو يقول فيها؟ سلمك الله. يقول أن السلطان قرر يمنحكم الوسام العثماني الأول لخدماتكم الجليلة للدولة العثمانية، وخصوصا تبرعاتكم السخية لدعم المجهود الحربي للدولة خلال حروبها في البلغار. مبروك. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، مشكورين. طال عمرك عبد العزيز سالم يقول لنا طالب النقيب يلح عليه بالاستفسار عن وصولكم للبصرة لاستلام الوسام العثماني. نعم. لأن المناسبة يبيلها أعداد مراسيم حفل تسليم. اكتب للوالي سليمان شفيق تحياتي وشكري، ولعظمة السلطان كل الشكر والتقدير والاعتزاز والنصر للدولة السنية. وبلغه رغم حرص الشديد على الحضور للبصرة لحضور حفل التسليم، إلا أن الظروف حالت بيني وبين تحقيق أمنيتي لشرف هذا اللقاء مع حضرة الوالي. انت رخص يا جماعة. المدة طالت يا أخيتي، يعني ما أدري أبو سعد ما قال لك شيء كلش؟ لا والله، وهذا إحنا ننطر مثلك. إذا كان في رد كان علمني، وكنت أنا على طول علمتك فيه. والله ما أدري يا أخيتي، أنا عارف عبد العزيز حياوي، أخاف إنه استحي يروح حق الكويتيين اللي ببنبي. يا موضي، هذا اللي شفتي أكيد حلم، وأنتي إنسانة مؤمنة، سلمي بأمر الله وقضاه. أدري إن حلم، لكن مرات الحلم تصدق.
وهالحلم غير الحلوم كلها اللي شفته. أنا أقول يعني يا ليت أبو سعد ينشد الكويتيين اللي هني، يمكن في شيء واصل من الهند. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا ابو عبد الله. عسى ما شاء صيفت اليوم. سامحني اليوم انشدحت عنك. انشدحت؟ وش اللي اشدحك؟ الناس يا ابو كحيل، الناس متجمعه حول القصر وخدام القصر مختبين قاعد يزينون القصر والخيول. يزينون القصر والخيول؟ زين ايش حقه؟ عرفت السبب ولا لا؟ يقولون ان باكر بيوصل وفد من مدير معارف البصره ومدعي الاستئناف هناك والوفد المرافق الخاص بالوالي. ايش هالحكي؟ ها كل هالخبة وكل هالزينة اللي تقول عنها حق هذولا ايش معنى؟ انا اقول لك، هم يقولون انهم جايين يقدمون الوسام العثماني اللي قدمه السلطان حق الشيخ مبارك. السلطان بيقدم وسام عثماني حق الشيخ مبارك؟ نعم. خلاص يا ابو عبد الله، انعرفت السالفة الحين، انعرفت السالفة. لا اله الا الله عليك يا ام عبد العزيز. يا بنت الحلال قاعد اقول لك، الجماعه صار لهم اسابيع يدورونه مو لاقينه، ما له اثر نهائيا. خاف انه يكون بديرة ثانية مو ببابا. حداك الله، بس انت تحكي من صدقك يا بنت الحلال، سالهم يوم يومين، صار لها سنين وبنين. لو انه صدق حي كان على الاقل انا منه مكتوب، كان سمعنا عنه خبر. انا اقول امني بالله سبحانه وتعالى وقسمته، ارضي باللي الله كتبه لك يا بنت الحلال. مالك الا الصبر، الله سبحانه وتعالى عطانا وشكرنا، إذا أخذ لازم نصبر، لزوم علينا أن احنا نصبر. السلام عليكم. السلام عليكم. هلا بالشيخ. هلا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة المبجل الشيخ مبارك الصباح، حضرات السادة الحضور، يسرني نيابة عن السيد سليمان شفيق والي البصرة الذي كلفني بشرف الحضور مع أخواني مدعي عموم الاستئناف في البصرة والمرافق الخاص بالوالي إلى بلدكم الكريم
لرفع أسمى آيات الشكر والعرفان بالجميل إلى مقام الشيخ مبارك الصباح على كريم صنيعه وجود مده وغيرته الإسلامية ونخوته العربية لنصرة جيش السلطان ورفع راية الإسلام والدفاع عن حياض الأمة. كذلك شرفني الوالي بتقليد معاليكم الوسام العثماني الأول الذي تفضل حضرة السلطان المعظم بالأمر بمنحكم إياه، راجيا لكم دوام الرفعة والعزة والتقدم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبوك الله يرحمه كان رجال مخلص وشجاع وصاحب مبدأ، جبل ما تهز ريح، ما يتأثر لا بالتهديد ولا الإقراء. أبويا تعيش بقد ترابه، كان يحكي عنه كل شوية، كان يقول عبد العزيز السالم مو صديق، أخ وأكثر من أخ. أشهد أنه صادق، كنا أخوان أكثر من أخوان. الله يرحمك يا ناظم بيك وطمد روحك الجنة. إلا ما قلت لي أنت إيش جابك البصرة؟ تبي شيء؟ محتاج شيء؟ تبي أن أساعدك بشيء؟ تسلم عمي عبد العزيز، ما تقصر، بس أنا جيت لهنا حتى أخذ دين قديم للوالد عند بعض الناس بالبصرة، ومن أخلص مهمتي راح أرجع لبغداد. مثل ما قلت لك إذا محتاجين شيء تبون شيء أنا برسم الخدمة وحسبة أبوك. طبعا إذا احتاجينا أي شيء ما راح نسأل إلا عمنا عبد العزيز. أخيرا شيخ مبارك، استطاعت الحكومة البريطانية أن تحقق كل متطلباتكم. كلام هذا يبي له شرح يا حضرة القنصل. بعد مفاوضات استمرت أكثر من سنتين، استطاعت الحكومة البريطانية بعد الضغط المستمر على الحكومة التركية من أن تحصل على حقوق الكويت بإنشاء دولة مستقلة تستطيع إدارة البلاد دون أي تدخل من الحكومة التركية. هذا الأمر حاصل من زمان، لكن اللي همنا أكثر احتلال أراضينا. Exactly شيخ مبارك، هذه النقطة تم الاتفاق عليها بين الحكومتين وتكرر سحب القوات التركية من أرض الكويت، بل إن الاتفاقية ذهبت أكثر من هذا بكثير. ففي المادة الثانية مستر صالح بليز اقرأ المادة الثانية. لشيخ الكويت أن يرفع كما كان يفعل في الماضي العلم العثماني بالإضافة إلى كلمة الكويت تكتب على أحد أركان العلم إذا أراد ذلك، وله الحق أن يمارس إدارة مستقلة في المنطقة الإقليمية المحددة بالمادة الخامسة من هذه الاتفاقية، وتمتنع الحكومة الإمبراطورية العثمانية عن أي تدخل في شؤون الكويت بما في ذلك مسألة الوراثة ومن أي عمل إداري آخر، وكذلك أي احتلال أو عمل عسكري في المقاطعات التي تنتمي إلى الكويت. اقرأ المادة الثالثة أيضا.
تعترف الحكومة الإمبراطورية العثمانية بحيوية الاتفاقيات التي عقدها سابقا شيخ الكويت مع حكومة صاحب الجلالة البريطانية والمؤرخة في 23 من يناير 1899 وفي 24 من مايو 1900 و 28 من فبراير 1904 بنصوصها الملحقة بهذه الاتفاقية. تفضل فخري بيك. هاي الأوراق مو وصولية. لهذا السبب أنا جيت. شنو يعني؟ اللي تمر بيه أنا حاضر. ابني أملاك الشيخ مبارك الصباح معروفة وكل الناس تدري بيها. بس الشيخ مبارك ما عنده ورقة تثبت هذا الشيء. وأنت إيش مدريك؟ لما الشرطة فتشت بيت عبد العزيز السالم وكيل الشيخ مبارك ضاعت كل الأوراق. زين والمطلوب مني؟ تختم لي هاي كم ورقة عندك من سيد والي البصرة وتترك الباقي علي. بس هاي ثروة كبيرة هواية. فخري بيك قلت لك أنت تأمر أمر. مهني في اليومين أمر على واحد من أصحابي. قصدك شاكر بيك؟ وانت منين تعرف شاكر بيك؟ فخر بيك من جيت عليك عرفت عنك كل شيء. أريد هاي القضية تخلص بسرعة لأن إذا عرفت راح تخرب. خلص نتواعد باكر ورا صلاة العشاء بالقهوة. تأمر. ولا تنسى تجيب لنا عربون وياك حتى نسلك امورنا ويا اصحاب الوالي. تأمرني امر فخر بيك. انت ما ادري قلت لي شنو اسمك؟ كريم. عاشت الاسامي. وانت العايش. يا هلا بك. اهلا وسهلا. والله هذه فرصة يمكن ننتقم بيها من الشيخ مبارك وننتصر عليه. بس هذا الموضوع خطير مو شيء بسيط. صحيح كل صحيح. بس كل شيء وإلى ثمن فخري بيك. يعني رأيك نسعى بالموضوع؟ توكل على الله. بس ارفع المبلغ شوية. أمرك شاكر بي. يعني الرجال أكل الطعم بصدق الطمع مالي عيني
زين، كل الزين. زين هسه احنا ايش راح نسوي؟ ايش وقت موعدك وياه؟ باكر ورا صلاه العشاء. ممتاز، هذا يعني انه لقانا وياه راح يكون بالظلمه. شاكر فيك، أول ما فاتحت بالموضوع ورفض يشارك فيه. ليش فخر بيك؟ هذا الموضوع خطير هواية. القضية قضية تزوير وليدي، والتزوير مو شي سهل. فخر بيك، احنا معتمدين على الله وثم عليك، ومريد نفاتح واحد ثاني غيرك. ابني انت هواي مستعجل. أنا لحيت على شاكر بيك وربطت علاقته بالموضوع ويا مبارك الصباح. إي وبعدين؟ بعدين وبعد الحاح مني وافق يشارك بالقضية ويروح وياي للسيد الوالي، وأنا وياه نشهد بأن الأوراق مالتك هاي صحيحة حتى يعتمدها وتقدر تقدمها للمحكمة. شكرا لك، ما تقصر. العربون اللي وعدتني بيه جايبه؟ لا، هذا المبلغ، وانت تستاهل اكثر، وان شاء الله من تسلمني الاوراق معتمده من السيد والي البصره راح اعطيك المبلغ كامل. واحنا بعد يومين قبل الغروب نتلاقى بنفس المكان.